مشاهدي قناة شوف تي في مرة أخرى من قلب مطار محمد الخامس، حضرنا الفرحة والألم. أحكي ماما تشكرينا الملك على سلامتكم. الله يسلمك على سلامتكم. الحمد لله على سلامتك. كدوي بالدارجة كنخدم بالدارجة. على سلامة وليدات. الله يسلمك الله يسلمك. كنبغي نشكر الملك محمد السادس الله ينصرو. الحمد لله، يعني أملنا طيارة باش نجي ونشوف ماما. لهذه 6 شهور ما شفتش ماما، هي هنا بالمغرب وأنا بلبنان. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. شنو وقع؟ عاودينا بالتفصيل شنو وقع؟ الانفجار. الحمد لله احنا في طرابلس، كان بعيد علينا لكن داك الشيء أثر فينا بزاف، حيت يعني العاصمة ديالنا مشات كلها الدمار الحطام. يعني الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الرعب عشتوه؟ اكيد اكيد، ملي سمعنا انفجار ومشات بيروت ولينا خايفين انه شي حاجه تصير بطرابلس ولا بالمناطق الثانيه. يعني الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. باش كتحسي اليوم؟ بالفرحه بزاف، والفرحه غتزيد ملي ان شاء الله بابا حتى هو يجي ويجتمع معنا ان شاء الله باذن الله. كيفاش خليتوه هو تما؟ يعني كيف حيكون. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. كلمة أخيرة شنو تبغي تقولي؟ شكرا للملك محمد، شكر كبير للملك محمد الله ينصرو. وصافي هادشي اللي نقوله. تبارك الله عليك بنتي، تبارك الله عليك. نعطي الوليد ما كندويش بالدارجة. معليش ما كندويش بالدارجة. على سلامة وليداتك. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. شنو الإحساس ديالك والشعور ديالك اليوم؟ الشعور لا يوصف. الحمد لله وصلوا لي بخير وسلامة، والعقوبة إن شاء الله يوصل لي باباهم حتى هو بخير وسلامة حبيبي. أنا كنت كنشوف واخا قالوا لك حنا وصلنا بقيتي مبرزطة. إيوا أصعب لحظات. الحمد لله الحمد لله. الله يخليك لوليداتك. الحمد لله. الله يحفظك الله يحفظك. شكرا حبيبة ديالي. شكرا. إذا مشاهدي قناة شوف تي في كتشوفوا هذه الفرحة في الوجوه والقلوب ديال العائلات ديال المغاربة اللي كانوا عالقين ببيروت. السلام عليكم. على السلامة. الله يسلمك. على سلامتكم. الله يسلمك. شنو وقع؟ الحمد لله الحمد لله اللي بقينا عايشين. مي تقدري تشوفي السيد اللي دار لي فاليز؟ نعم حبيبتي. الحمد لله سلامتكم. الله يسلمك والله يخلي لنا سيدنا. الله ينصر سيدنا اللي جابنا الحمد لله في هذه المحنه. شنو وقع بالضبط؟ اللي وقع ما عرفناش في الاول. الدار كتمشي وتجي، كنسحابو زلزال. انا في الاول زيت ولادي كنسحاب زلزال، جلست في الوسط تاع الدار، ومن بعد كنشوفو الزاج ترتق. وكما شفتو في السوشيال ميديا فيديوهات، الجاج كيطرطق والصوت واحد الصوت مجهد. صراحه متنا بالخلع، انا قلت الدار طاحت. كنتو قراب نتوما في الاول؟ تنسحبوا حرب، بدات حرب ولا شي حاجه. الصراحه الصراحه صدمه كبيره. انا ببيروت. شنو كديري تما؟ عايشه تما ولا لا؟ عايشه تما مزوجه. انت وليداتك؟ انا وليداتي. زوج مغربي؟ لا لبناني. ما جاش معاك؟ لا ما جاش معايا. كنتمنى ان شاء الله يتبعونا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا اختي الله يسلمك. مشاهدي قناه شوف تي في، على سلامه هاد الناس اللي جاوا، اخواننا المغاربه اللي كانوا عالقين بلبنان. على سلامتكم. شكرا. صحيح ليا هذا.
ميرسي حبيبه وشكرا على هذه المبادره. ميرسي بوكو، شكرا لملكنا وشكرا لبلادنا والناس اللي ساعدونا تما في السفاره اللبنانيه، كذلك الشكر الكبير ليهم وشكرا بزاف والحمد لله رجعنا لبلادنا. انفجار ويعني هلع هلع شنو نقول لك، يخلي على الله صافي الحمد لله. انفجار تحت ما عارف تحت ما عارف. انت ساكنه قريبه الانفجار؟ لا الحمد لله متأجينا، الجاج ديال بيوتنا تهرسوا، الجاج ديال بيوتنا تهرسوا الحمد لله نمنعنا وهذه الحمد لله. الحمد لله مبادره جات من عند ملكنا يعني الحمد لله ما خلاناش ما نتكرفصوا، لبوا النداء ديالنا السفاره المغربيه تما في بيروت والحمد لله صراحه ساعدونا ب يعني تو بي با ايماجيني شحال ساعدونا. تنشكرهم عن هالمنبر وشكرا لكم حتى نتوما. مقيمه انت تما انت وليداتك؟ انا مقيمه تما انا وليداتي. الزوج ديالك؟ الزوج ديالي لا، الزوج ديالي في فنزويلا. على سلامتك. شنو الاحساس ديالك كنتي كتدخلي البلاد؟ الراحه تدخلي لبلادك تتشمي ريحه ديال بلادك، الامان. وتنطلبوا من دوك الناس اللي هما مساكن تما الله يفاجئ عليهم تما والله يلطف بالشعب اللبناني تا هو وهذا اللي كاين. وميرسي بوكو. لا انا يلاه عام دابا مشيت ورجعت، عام دابا باش مشيت ورجعت دابا. شكرا ميرسي بوكو حبيبه ديالي، تبارك الله عليكم حتى نتوما. ميرسي بوكو. مشاهدي قناة شوف تيفي كما كنتوا معنا الفرح في الوجوه وفي قلوب المغاربة اللي داخلين للعائلات اللي كيتسناوهم على برا. الحمد لله على سلامتهم، على سلامتهم من يرجعوا لبلادهم. الله يجمع الشمل ديال الجميع. الحمد لله لله على سلامتكم. الله يسلمك الميمه. الله يسلمك ونجيك. شنو وقع ميمتي؟ لا سمحي لي هي كانت في فرنسا ماشي في لبنان. لا لا فرنسا فرنسا. الله يسلمك على سلامتك. السلام عليكم على سلامتكم. كي وصلتي؟ شويه نهضروا معك عطيني واحد دقيقه. ما في ما قدرش نهضر. كلمات. واخا. وي. الله يسلمك. عيت بلال من قبل مسكين هو يعيط. المشاهدين من امام مطار محمد الخامس، المغاربه اللي كانوا في بيروت واللي جاوا بالف سلامه لبلادهم ولوطنهم. الله يجمع الشمل والله يسمح لنا من الوالدين. كما كنشوفوا معنا هذه الام اللي كان قلبها ربما كما كنقولوا قلبها في امها كتسنى بنتها على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. شنو الاحساس ديالك بعد وانت داخله؟ الحمد لله الحمد لله. دازت يعني تجربه خايبه و يعني راك عارفين الظروف اللي كاينه في بيروت دابا من بعد هذا الانفجار اللي وقع، ولكن الحمد لله داز بخير وعلى خير. كنتي قريبه انت الانفجار؟ ايه انا في بيروت وكان يعني الدار عندنا شويه تهرس الزجاج والاتات اللي في الدار كلشي كلشي. الحمد لله. لا لا الحمد لله الحمد لله ما جاتش فينا. المهم غير في الديور اضرار ماديه ونفسيه، الخلعه اللي بقات فينا وصافي. شنو فكرتي في ديك اللحظه اللي وقعت في الام ديالي؟ الام ديالي هي اول وحده تفكرت والوالد ديالي والحمد لله. كنتي فكرتي انك تدخلي للبلاد؟ لا ديفينيتيفمون لا. لا يعني الوقت اللي وقع. ايه يعني اي واحد وقت كتوقع لك شي حاجه في الغربه كتفكري في بلادك اول حاجه. مقيمه؟ ايه مقيمه. عندك وليداتك؟ ايه لا مازال ما عنديش وليدات. الله يسلمك. الحمد لله. الله يسلمك. على سلامه البنيه. وتنشكروا جلاله الملك اللي صفت لنا الطياره باش نرجعوا لبلادنا ونشوفوا والدينا ونكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي راني عيانه. شكرا. السلام عليكم. على سلامتك. على سلامتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك بارك الله فيك. شنو وقع؟ بيروت؟ بس نقول لك وقع انفجار كبير ما
ماشي حاجه خايبه بزاف كاع ما تتخيليهاش. كنت كنتي قريبه ساكنه قريبه ولا شويه؟ كيفاش حسيتي بالانفجار؟ كنتي ناعسه؟ كنتي فايقه؟ فايقين. واش بقى فيك الخلعه؟ اكيد بقى فيك الخلعه. الاحساس ديالك ملي دخلتي البلاد شي ما تتوصفش. بارك الله عليكم. الله يبارك. على سلامتها. المشاهدي قناة شوف تيفي أكيد هي إحساس ما كيتوصفش وفرحة ما كتوصفش غيحسوا بها إلا الوالدين وخصوصا الأمهات. على سلامتهم. للمشاهدي قناة شوف تيفي كنتم معنا من أمام مطار محمد الخامس. في انتظار وصول المغاربة المقيمين ببيروت خصوصا بعد ليلة الرعب اللي عاشوها بعد الانفجار اللي كان في بيروت. على سلامتكم. الله يسلمك. شنو احساسكم ملي دخلتوا للبلاد؟ اش من التلفازه هذه؟ شوف تيفي. شعوركم وإحساسكم ملي دخلتوا للمغرب؟ فرحانين. شنو غنقول لك؟ الحمد لله. الحمد لله اللي جينا. الحمد لله جينا. كنا كنتسناو صافي لونطون كنديروا ديكلاراسيون على اساس باش يصيفطوا لينا دي زافيون يعني لكازا بيروت. كيقول لك مسدودين المطار. باغ كونطخ دوطخ بيي صيفطوا ليهم دي زافيون وجابوا كاع لي ماروكان اللي عالقين تمايا، مي حنايا ما صيفطوش لينا. واش هذا الشيء قبل من الانفجار؟ قبل من الانفجار. علاش كنتوا باغيين تجيو؟ كنا باغيين نجيو. كان كوم تو الموند كنقطعوا لي تيكي ديالنا في هذا. قالوا لينا لو 12 جويي طلقوا المطار، حلوا المطار وقالوا لينا غادي نصيفطوا لكم لهذا. كنقطعوا السيستيم ما كاين حتى شي طياره، كيقول لك حتى لو 12 اوت. ملي قطعنا في لو 12 اوت كيقول لك تانيولات. دابا حنايا جينا انا مريزيرفيا في لو 12 وفي لو 13 وفي لو 14 وكلهم كيقول لك انيولاسيون. انت مقيمه في لبنان؟ في بيروت. 12 عام في بيروت، وانفجار كان في بيروت في البور، وانا الدار ديالي كلها مشات. انا بقيت غير مع عدوستي والحمد لله اوغوزمون ما كنتش في الدار، كنت عند ما بيل ميغ. يعني كون كنتي في الدار كان كنت في الدار كلها مشات الدار جوسكا ماتنو. الدار كلها مشات الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. وطالبنا 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 بالطياره وما كاينش، وصيفطوا الجاليه المغربيه في كازا بيي الا طريق بين بيروت كازا قال لك مسدوده. ميرسي. مؤخرا يعني السفاره دارت. شكرا.